وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كل إجراءات تأمين المنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع مع التزام كل جهة بما هو مطلوب منها. وخلال ترأسه لاجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية ومكافحة تهريب البضائع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمنافذ في مرحلتيه الأولى والثانية وضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة خلال الفترة القادمة. شدد مدبولي أن هذا الملف بمثابة أمن قومي، وأكد أهمية إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد والموانئ السياحية. كما وجه مدبولي بالانتهاء من وضع خطة متكاملة لتطوير منافذ السلوم من البري بشكل كامل.